لمن منزل قفر تعفت جوانبه وغيره من سافح القطر ساكبه كأن لم يكن فيه من البيض شادن تضاحكه أتراب وتداعبه فأضحى أسا من بعد أن كان سلوة تجر به أذيال خز كواعبه كأن من الليل اللبوس ذوائبه ومن بدر تم وجهه وترائبه من الجهل أن تعنى بأمر كفيته وتترك ما كلفته لا تطالبه إذا المرء لم يجعل مذاهب سعيه لدى سعيه غالته يوما مذاهبه ومن لم يفكر في عواقب أمره مدى دهره صارت عقابا عواقبه وما هارب إلا إلى الموت آيب ولا سالب إلا وذا الدهر سالبه مدى الدهر لا ينجو من السخط والرضا فإسخاطه قوما لقوم مواهبه وما عاقل في الناس من راح واغتدى يغالب في دنياه ما هو غالبه ولا خير في خير ترى الشر بعده ولا في أخ دبت إليك عقاربه ولا العيش إلا أسمر اللون عاسل وأشقر في يوم عبوس تلاعبه وقرن تعاطيه الحمام وفارس تعاطيه حينا ثم حينا تضاربه دريني وخلقي يا ابنة القوم إنني رأيت الأذى حربا لمن لا يحاربه على أنني إما امرؤ ضمه الثرى وإما فتى حلت بقوم كتائب وإما فتى أبكى عيون عداته وإما فتى تبكي عليه أقاربه وإما فتى يقضي عليه حمامه وإما فتى تقضي الحمام قواضبه وفتيان صدق من رجال خضارم أوائلهم أعيت على من تغالبه لهم همم تعلو العلا وعزائم يصدقها فعل كرام مناقبه وإما إذا اشتد البلا بنفوسهم وبالمال إما ظن بالمال واهبه وأكرم بقوم قولهم هو فعلهم ولا فعل إلا ما كريم مناسبه وكم قائل في قوله غير فاعل ألا إن شر القول ما أنت كاذبه ولست امرأ يرضى سلامة نفسه وإن تلف الدين الذي هو طالبه سلي هل قطعنا سبسبا بعد سبسب تعاوى به سيدانه وثعالبه سل النسر هل زرنا فلم نقض حقه وقد نشبت في لحم قوم مخالبه فما زال يخفي الليل ما في سواده إلى أن بدت عند الصباح عجائبه متى يكسب المعروف من كان همه غدا أن يغدي أو فتاة تراقبه إذا هم صدته زواجر خوفه وعاقته من دون الرحيل حبائبه.